توا الفيديو هذا موجه للكليونات، مرة نعطي ضربة للصناعي ومرة نعطي للو، هذا كله راهو يدخل في إطار الوعي وإدخال ثقافة التعامل مع بين الصناعي وبين الحريم. يعني باختصار شديد توا أنت ككليون كي عندك بان في كهرباء تهز الكهرباء بتاعك لحاجة أو صناعي أو تقني اسمه دياجنوستيك، يقولك برا هز كهربتك للدياجنوستيك. تهز يحط الخيوط ينحيهم يقول لك 30 دينار تعطيهم له تبدا فرحان. بالمقابل كي صناعي يتنقل فهمتني ولا بكرهبته بصنعه بمعطاه ربي وماتريال ويضيع كذا سوايع وما يخدمش يعطيك تشخيص وما يخدمش تقول له لا ما نخلصكش على خاطرك انت ما خدمتليش، هو جاي يعمل لك تشخيص انت قادر تصلح ولا قادر ماكش تصلح. هاك التشخيص هذاك يلزمنا يخلص عليه صناعي، هذاك عرق وهذاك وقت وهذاك طاقه مهدوره. إذا كان ثلاثة أربعة كليونات في النهار نعملوا لهم مكاية صناعية الروح ويد فارغة ويد ما فيها شيء. وبالنسبة للناس اللي باش تعلق شبيك تبكي ونهار كله أنت تبكي وتتيتم وتفرق فيهم مكاية وكذا، نقول لك أعمل كيف جارك وإلا حول باب دارك. 22 تسليم 15 15 50 76 20 31. ما تنساش تعمل ابوني لقناة يوتيوب هادي درغام وعنا راهو لايف ليلي في التيك توك بداية من الساعة 10.